سيدات والسادة ضيوف المهرجان السينمائيات والسينمائيين، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في مدينة طنجة بمناسبة افتتاح الدورة 24 للمهرجان الوطني للفيلم المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في رحاب قصر الفنون والثقافة هذه المعلمة الثقافية والفنية التي نفخر بها جميعا والتي تعد من أبرز الفضاءات الثقافية في بلادنا. لقد مثلت سنة 2024 منعطفا حاسما في مسيرة الإنجازات السينمائية ببلادنا، حيث شهدنا خلالها إطلاق مشروع 150 قاعة سينمائية، وهو مشروع طموح يسعى إلى إعادة تعزيز ارتباط المغاربة بالقاعات السينمائية ونشر ثقافة السينما بين كافة شرائح المجتمع. تحت تصفيقاتكم واجهة تكريمها بالدورة 24 للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة. وسيقدم طبعا درع المهرجان الدرع التكريمي من طرف السيد عزيز البوجديني كتيب عام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، فليتفضل مشكورا تحت تصفيقاتكم. لحظة للتاريخ بالنسبة للفنانة المتألقة صفية الزيالي. والتكريم ما بيهش بسيط جدا جدا، لاننا حنا ما كنقلبوش على البرجوازيه، يعني التكريم الفنان اللي كيفرح به، ما الناس اللي ما عندهم غرض ما تيشغلوه، ولهذا حنا ملي كنتكرموا كنكونوا فرحانين، لاننا شربنا واحد الكويس ديال الماليزيوم وحسينا باننا لازلنا نحن هنا كما قال فهمتيني كما قالوها الحكماء. ايوا فوقته طبعا، لان المهرجان كاين جوج المهرجان اللي كانوا كيتقاموا، دابا نقصوا، واحد كان كيتقام في الربيع واحد كان في الصيف، هذا هو. ديال الربيع كنا كنساكوا في بزاف ديال الحفلات ماشي مع المغرب العربي كالجزائر تونس وليبيا، والان غادي داك السيو كيتقنن ماشي كيزيد، يتقنن. السلام عليكم. ممثل شخص من طينة الكبار وفنان كما قيل يدافع بشراسة عن أفكاره، مخرج ممثل ومستشار وزير الثقافة الشباب والثقافة والتواصل، رحلة صحية والحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني كراسه وكراس الدعاء ديالكم وكراس بزاف ديال الحوايج اللي وقعت معاكم اللي خلات انه الشوبي لا زال ان شاء الله بحول الله يعطي ويعطي اكثر. شكرا شكرا، ما بقيتش ما عندي ما نزيد، اجي واحد اللي خصني نزيد يزيد بحالي. يستحقوني واستحقوه اكيد لانه هذا قدام هذا الزخم من المخرجين لهذا العام اللي حاضرين،
وهاد صناع السينما اللي حاضرين زعما انا كنكون انا فخور، فخور انني نكون معاهم، فخور انني نكون مكرم امام هاد الناس هادو اللي تقريبا عرسي كنعرفهم سنوات وسنوات. الحمد لله كل شيء بخير، هاد الساعة الأمور مزيانة الحمد لله. الحمد لله. باسم مدينة طنجة عاصمة البغاز يسعدني أن أرحب بكم في الدورة 24 لمهرجان الفيلم الوطني. هذا الحدث الذي يعزز مكانة طنجة كوجهة سينمائية وثقافية هامة. اليوم أود أن أشارككم رغبتنا في تصنيف مدينة طنجة كمدينة مبدعة في مجال السينما ضمن شبكة المدن الإبداعية لليونسكو. فرحانة بزاف بالحضور ديالي في هذه الدورة 24 المهرجان الوطني للسينما بطنجة. أكيد أنه إحنا ساكنة طنجة كان فرحانين باش نستقبلوا الفاعلين في هذا الميدان، هذا مخرجين منتجين يكونوا يعني محليين أو أجانب. الجمهور أنا ويجي يشاهد معنا هذه الأفلام، هذا عرس أكيد في قصر الفنون يعني والثقافة، يعني شيء كيفرح وكي يعني أنا مفتخرة بزاف بهذا العمل وهذا الإنجاز الرائع اللي تم على مستوى مدينة طنجة. احنا جينا نحضروا الدورة 24 مهرجان السينما الوطنية المغربية. عندي مشاركة في جوج ديال الأفلام، فيلم طويل لا ديرنيير ريبيتيسيون وفيلم قصير مودافيو اللي غيكون في لي كومبيتيسيون بجوج، ونتمنى ان شاء الله يكون مستوى هذه المرة هذا العام يكون عالي شوية باش ننميو شوية السينما المغربية ويكون أفاق مستقبلية جميلة جدا. رسالة التحكيم السيد محمد مفتكر مخرج وكاتب سيناريو، نشكره كذلك على الحضور. شكرا لجميع الفنانين والصحفيين الحاضرين معنا. Thank you.